تخرج من بيتك قبل القيام بهذا العمل؟ أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج من بيته كان يدعو بدعاء مهم جدا، للأسف معظمنا غافل عنه، لذلك نجد المشاكل والهموم تتراكم فوق رؤوسنا لأننا غفلنا عن الخالق. من الذي يسير الكون؟ من الذي يسير الرياح؟ من الذي يسير كل شيء في هذا الكون؟ هو الله عز وجل، هو الحي القيوم. لذلك أخي الحبيب، هذا الدعاء نصيحتي لك أن تتعلمه معنا الآن، وسوف نحفظه خلال دقائق قليلة إن شاء الله، سنحفظ هذا الدعاء ولن ننساه أبدا، وسنشرح لماذا كان النبي يدعو به، وسنشرح فوائد هذا الدعاء، ماذا سيغير في حياتك. أول شيء أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من بيته كان يقول دعاء مهما: اللهم إنني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذن أربع أشياء كان النبي يستعيذ بالله منها. قبل كل شيء، ما معنى اللهم إني أعوذ بك؟ يعني يا رب أنا ألتجئ إليك، أنا أحتمي بك، أنا أطلب منك المساعدة، أطلب اللجوء إليك، أعوذ بك، أحتمي بك بقوتك وقدرتك. أن أضل أو أضل، طيب أحدنا اليوم عندما يخرج من بيته قد يتعرض لخسارة في تجارة، يتعرض لسرقة، يتعرض لحادث، يتعرض لقرار خاطئ، يتخذ قرار خاطئ مدمر، فأنت دعوت الله واستعذت به أن لا تضل أنت ولا تضل، أي لا، أي يا رب لا تترك أحدا يضلني، لا تترك أحدا يضحك علي ويدلني على الطريق الخاطئ، يعني هيئ لي من يهديني للطريق الصحيح. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. إذن أهم شيء الهدى. أنا اليوم لدي مشكلة أريد أن أحلها، لدي رزق أريد أن أكسبه، يا رب اهدني للطريق الصحيح، أبعد عني أي إنسان يدلني على طريق خاطئ، أبعد عني أي إنسان يضلني أو يرميني في طريق ضال، طريق خاطئ، وأعوذ بك أن أضل أنا، يعني نفسي تضلني. وبالتالي هذا الدعاء أخي الحبيب لا يتعلق فقط بشؤون العبادة والآخرة، بل بشؤون الدنيا، بشؤون مشاكلنا اليوم. نحن نحتاج للهداية في كل أمر، لذلك في كل صلاة نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، الهداية مهمة جدا. طيب ثانيا، أو أزل أو أزل. ما معنى أزل؟ يعني قدمي تزل فأنزلق في مكان خاطئ، بالتعبير الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أي أحتمي إليك فلا تجعلني أزل أو أخطئ أو أتخذ قرار خاطئ، أو أحدا يأتي ليجعلني أتخذ قرار خاطئ في حياتي. أو أزل أو أزل، يعني أنت تطلب من الله أن يهديك إلى الصواب، أن تتجنب الخطأ والزلل في تجارتك، في دراستك، بالنسبة للطلاب إذا كان لديك امتحان. أو أزل أو أزل، أن يعني أزل فأخطئ في الإجابة مثلا، أزل فأخطئ في الكلام، أزل فأخطئ في سلوك خاطئ، أدخل في تجارة خاسرة، أرتكب شيء يعود علي بالضرر، كل هذا تحت أو أزل أو أزل. طيب ثالثا، أو أظلم أو أظلم،
أنا يا رب أحتمي بك وأعوذ بك وألتجئ إليك أن أظلم أحدا أو يظلمني أحد، فإذا ضمنت أنه لا يظلمك أحد، أن الله يبعد عنك شر الظالمين ويبعد عنك شر أن تظلم نفسك أنت أو تظلم الآخرين، ماذا تريد بعد ذلك؟ اليوم أيها الأحبة معظمنا يخاف من ظلم الآخرين، وبخاصة في هذا العصر الإنسان أحيانا يخاف من ظلم زوجته، من ظلم أقرب الناس إليه، فأنت تقول يا رب أنا احتميت بك فلا تترك أحدا يظلمني، اصرف عني شر الظالمين وأعني على نفسي لكي لا أظلم أحدا ولا أظلم نفسي ولا يأتي من يظلمني. إذن دعاء رائع جدا أيها الأحبة، عندما نفهم أبعاد هذا الدعاء بالفعل مهم جدا أن تحفظه. إذن اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إذن هنا الهداية، أو أزل أو أزل السلوك الصحيح، أو أظلم أو أظلم البعد عن الهموم والمشاكل والظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يا رب اعصمني واحفظني من شر نفسي، فأنا ألتجئ إليك، فأنت القادر على أن تجعلني أتجنب الجهل. اليوم الإنسان قد يدخل في مشروع فاشل بسبب جهله، يختار زوجة سيئة بسبب جهله وتسرعه، يختار عمل فاشل أو خاسر بسبب جهله أيضا، يختار صديق يخسر معه كثيرا بسبب جهله، يريد أن يشتري بيت أو سيارة أو أي شيء من متاع الدنيا بسبب جهله يخسر كثيرا، فأنت تقول يا رب أنا التجأت إليك فلا تجعلني أجهل ولا تجعل أحدا يجهل علي يضحك علي بهذا المعنى. لذلك أيها الأحبة الدعاء احفظوه الآن وكرروه، وإياك أن تخرج من بيتك إلا وأنت تقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.